مع علي الوزير ما تنسى مع الشعر العربي والزجل الدبكي مشان يطلع البارود كمان لعندك على الدف. طبعا مكملين احنا وياكم بالاجواء الحلوه وهلا رح نكون سوا مع فقره تعا نتحدى. بهالفقره في اسئله محرجه وفي تحديات، يا بتجاوبوا على السؤال المحرج يا اما بتنفذوا تحدي. رح نبدا نحن وياكم اول شيء مع نانسي افيوني. ليلي رح تجاوبي او رح تنفذي التحدي، هلا بنشوف. نانسي والسؤال بيقول: مين الممثل يلي استضفتيه ولما فتحتي تليفونه وطلع كان عم يحضر فيلم ايروتيك؟ برضه مرة برجع. هلا هو الجرأة بيقول اسمه ولا اللي قلته أنت؟ أنا ما قلت شيء، أنا فيكي ما تجاوبي وتقبلي التحدي. هي صارت ولا ما صارت؟ خلينا نقول شغلي، صارت ولا ما صارت؟ ما عم بقول لك الجرأة باللي قلته صارت. صارت صارت، أوكي، فإذا معلوماتي. رح خليني أفسر أول شيء كيف صارت وهو شو الفكرة من الموضوع. أنا بالبرنامج عندي فقرة باخذ تليفون الضيف وبحبش بشوف الواتساب لمين دقق، لمرته أو لصاحبته أو غمعتك. فأنا ما بفهم بالتليفونات إلا الآيفون، فما ما بتذكر شو كانت الأباراي. ففتت somewhere طلع فيديو وانا انه خلص على الهوا صرت قله انه بتحكي مع مرتك كثير، هو الفيديو عم بيقطع وعم بيطلع معي هيك انه شو عم بيصير. لا ما رح سمي. زين، التحدي مطلوب منك تختاري شخص من الموجودين وتبوسيه خمس بوسات. شخص من الموجودين يعني في حدا بتحضري يعني على يعني رجل او بنت؟ ما بعرف. لا رجل بكتب. رجل ولا كان بوستك حس. رجل رجل اذا بدك رجل خمس بوسات. شو هيك بتعمل لي يعني؟ خلصي هيك هو انت لحقت عم بقول له زقف ما عم بزقف بدك ياني بوسي عم بوني. انت مين بدك بتختاري حدا خمس بوسات؟ بوني ما مش عم بخليني. بوني بوني. طب انت قومي اختاري وقومي خلص اسموها اثنين لتوني ثلاثه لمعالي الوزير. يلا عم بقول له زقف ما عم بزقف وهلا عم بقول لك توني ما مش مسترجع. بعطيك خمس بوسات بركي بصير يزقف. شو بدها فيه؟ بوسك لك حياتي. طيب يلا اذا بدك. اوكي فيكم تعدوا انتوا، انا مش فاضي عد. وحده رودريغ بروم طفي حبيبي الكهرباء المطر. وحده ايوه مايسترو عاد عائل ثلاثة أربعة خمسة خمسة. لحظة بس شوي صغيري قبل ما نبلش عند رول كميل ما أخذتهم. الله يستر. الله يستر. أنا ناطرني بلا تحدي.